متابعين برايزنج ستار ومع المسرح كمان مع عليا الخالدي، اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك استاذه جامعيه حايزه على دكتوراه بالمسرح، كاتبه ومخرجه لبنانيه. اليوم مسرحيتك الرابعه بلشت ب 14 نيسان بمسرح بابل بالحمراء، وهي عنبره. عنبره هو اسم ستك. ستك يلي اثرت بحياتك بنضالها للحركه النسائيه للتحرر. يعني الحقبه قديمه جدا، كنت عم تقولي لي عن اي سنين عم نحكي هون؟ انا اخترت اني اخذ حياه ستي من سنه 1907 ل 1927. نعم. لانه هاي الحقبه بلشت لما كان عمرها 10 سنين وخلصت لما كان عمرها 30 سنة. أوف. ففي سبب تاني كمان، إنه هو أول يوم لبسوها الغطاء اللي على وجهها. هيدا الغطاء اللي على الوجه لقت عمبرة إنه هيدا شيء كتير صعب، ظلم للمرأة ما بتقدر تتحمله، وبلشت تتمرد يعني عليه. فلحد يعني قد كان عمرها بوقتها؟ 10 سنين كان عمرها. نعم. ولحد ما صار عمرها 30 سنة لحتى دعوها بالجامعة الأمريكية تلقي محاضرة ورفعت هيدي الفيشة، مسميها فيشة، كانوا يسموها هيك الفيشة، أي الغطاء عن الوجه، الغطاء على تبع الوجه بمحاضرة عامة. نعم. وطبعا قامت القيامة. نعم تمام. فهيدي أنا اخترت أنه صلت الضوء على المراحل تبع حياتها أو الأشياء المهمة بحياتها اللي صارت بين عمر العشر سنين وعمر الثلاثين، لحتى نشوف كيف الإنسان يعني بيوصل، كيف بيتأسس، وكيف بيأسس حاله، وكيف مجتمعه بيسمح له أنه يخوض هيدي المعركة اللي أنا بعتبرها معركة خاضتها. يعني هي معركة وهي تجربة حياة وهي تركيب شخصية بفتكر. تمام. هون مش بس قدرت تشتغل على شخصيتها، ولكن قدي أثرت بالأشخاص اللي حواليها، قدي قدرت بهالنضال أو هالمعركة مثل ما تفضلتي وسميتيها تعمل تأثير حواليها. في بعمر 16 سنة كان في مرحلة قوية، كان بعمر 18 سنة كمان مرحلة مفصلة بحياتها، أعطينا شوية هيك معلومات عنه. هلا بتقريبا عمر ال 16 نشرت أول مقالة لها بالصحافة. النسوان ما كانوا ينشروا بالصحافة أبدا بهيديك الأيام. ما كانوا يكتبوا عن تحرير المرأة. فكان عندها أستاذة اسمها جوليا طعمي الدمشقية، جابوها على مدرسة المقاصد تكون مديرة مدرسة البنات. نعم. يعني قسم البنات. فبلشت تنمي لهم عقلهم لهالبنات وتخليهم يقروا برات المنهج، وفتحت لهم كتير عيونهم على شو عم بيصير بالعالم بالنسبة للمرأة بالذات. فعمرة أول شيء ما اعترضوا الأهل على هالشي؟ في ناس اعترضوا اكيد، وفي ناس ما بعرف، انا سمعت مثلا انه في ناس سحبوا بناتهم انه ما خلص بكفي يعني. نعم. بدنا نخطبها يعني. صحيح. انه بدنا نجوزها. انه خليها تتعلم شوي بس مش كثير يعني، انه كفايه عليها مش لحتى يتخرب تفكيرها. ايه انه كفايه عليها هالقد. نعم. فبعدين بما انه نشرت هاي المقاله، هي الجريدة اللي نشرت فيها لصحفي كتير كان مشهور اسمه عبد الغني العريسي، وهيدا الشاب كان جدا ضد الحكم التركي وكان مناضل كمان، وصار في علاقة بينه وبينه، وللأسف بسنة 1916 شنقوا جمال باشا السفاح بساحة الشهداء. فكمان أنا حاكي عن الحقبة التاريخية شوي وكمان عن علاقة الحب بيناتهم، لأنه قصة حب كتير حلوة. أوف. وضلت ستي يعني مذكرة، مثلا بقيت 60 سنة متذكرة المكتوب اللي بعت لي بعد ما التقوا أول مرة. يعني أنه تخيلي يعني فعلا هي قصة وكأنه فيلم انعملت على مسرحية. يعني حتى هلأ أنت عم بتخبرينا عم نشوف هالمشاهد قدامنا، قدي قدرت تترجميها على الخشبة؟ هيدي هي، أنا
كمان شفتها فيلم من نواحي، بس أنا بشتغل مسرح وبحب المسرح كتير يعني. فحاطة بقلب المسرحية 5 أفلام بيقطعوا خلال المسرحية. هلأ ممكن نشوف مشاهد أكيد. بيقطعوا بس لحتى الأفلام بيفرجوك شو كان عم بيصير برات البيت، لأنه القصة هي عن عمبرة وعيلتها وكيف أبوها كان عم بيساندها، إما كانت شوي مانعة وإلى آخره، بس فالقصة بقلب البيت، بس اللي عم بيصير برا بالمجتمع هو اللي بينحط على الفيلم على البروجكشن يلي بتصير بلاك اند وايت. فهون جامعين يمكن التاريخ شوي، الخارج مع الداخل ومع داخل الاشخاص كمان مع شخصيتهم. هي انا اخذتها يعني انا معالجتها بطريقه كثير كلاسيكيه. صورتها المضبوطه؟ لا هاي المسله. هاي المسألة. أوكي، هيدا التكنيك هو كاميرات على المسرح عم بيصوروا الممثلين وبيعمل بروجكشن على السكرين كمان. فعندي عوامل كتير غير المسرحية نفسها اللي هي التمثيل يعني. نعم. في كتير عوامل تقنية بتساعد الواحد ترجعه لحقبة معينة، ترجعه لمثلا الأفلام الأسود وأبيض، لكل شيء، للملابس، للشعر، لللوك العام. هل كمان الممثلين عم بيكونوا بها اللوك القديم؟ ايه كتير كمان. وضروري كان الشعر مثلا يكون كتير مثل هيديك الفترة، كتير في يعني تفاصيل. شغل على التفاصيل. نعم، عنا 9 ممثلين على المسرح، كيف اخترتيهم؟ بصراحة يعني أنا بلشت يعني فتش على ممثلين ببيروت، صرت أخبر ناس بتعرفوا حدا. هلأ واحدة من العوامل كانت أنه أنا كان بدي حدا يكون شوي بيروتي حكيه، اللهجة. لأنه اللهجة شوي بتفرق، وخصوصا أنه عم نحكي عن حقبة معينة ما بيحكوا مثل ما بيحكوا اليوم يعني الناس. نعم. فلازم يكونوا بيحكوا شوي بيروتي حتى هيك يعني يرجعوكي كمان. نعم. لهيديك الحقبة. فقد ما قدرت جبت مثلا شي 4 من الممثلين من بيروت، فهني صاروا يدربوا الممثلين الباقيين. وفي دور لخيلة عمبرة اللي بيكون صائب سلام، الرئيس الراحل صائب سلام، اخترته انه يكون ابني لانه كان بدي شاب صغير عمره 15 سنة بقلب او بين يعني 13 و15 بقلب المسرحية، بس لحتى يضيف عامل العائلة. نعم. لأنه عمرة بتضلها تقول أنه أنا ما كنت عملت اللي عملته لو ما عائلتي كانت دعمتني. نعم. عليا نحن رح نتابع حديثنا مع حضرتك ورح نحكي كمان عن عمرة، ولكن رح ناخذ وقفة قصيرة ونرجع. ألف لا شيء عليها، باء نقطة من تحتها، باء نقطة من تحتها، ألف لا شيء عليها، باء نقطة من تحتها، باء نقطة ثاني عليها، والساء ثلاث نقط من فوقها. لقد قررت من الآن فصاعدا، بتمنى تنشروا هذا الخبر، أنني سوف أمتنع عن تناول يخنة البيت. هلا هذه هي كرامتك الذاتية. عليا الخالدي، متابعين حديثنا مع حضرتك، أهلا وسهلا فيك من جديد. عم نشوف كنا مشهد من مسرحية عمبرة يلي هي قصة حياة ستك عمبرة سلام الخالدي، يلي كان عندها دور كتير كبير بالنضال من أجل حرية المرأة من أيام العشرينات تقريبا، قبل 1902 سبعة 27
1927 وشفنا هون هيك الكوستيم اللوك قديه راجع بالزمن ومسرحية فيها تقنيات كمان حديثة جدا، الأفلام يلي عم تنعرض كمان بالباك جراوند. حكينا عن الكاستينج شوي ولكن ما تبعنا، في عنا الممثلة يلي هي منا دارسة مسرح، الممثلة الرئيسية نزهة حرب. كيف تم اختيارها لهالدور؟ طبختها. هي بصراحة طبخة شاطرة لحالها، مش أنا طبختها. هي نزهة عندها شغف فظيع للمسرح وذكية كتير وبتسأل كتير، وأول شيء عملته قريت كتاب المذكرات تبع عمبرة وترجع هي عم يلي من يلي هو كان اساس الوحي يعني. مزبوط، هي انا استوحيت المسرحيه من مذكرات ستي، لانه عمبره ماتت بال 86 يعني من زمان. فبتعرفي قد ما كان الواحد سأل اسئله عن حياتها وهيك بضل في هيك اشياء ناقصه، بتضلك بدك تعرفي اكثر. كانت تخبر عن حياتها؟ نعم كانت تخبر عن حياتها. اكيد اكيد. ايه يعني كنا نسالها كل الوقت وهي تحكي. بس كانت يعني ست جدا مميزه من عده نواحي. بس هلا عم نحكي عن نزهه، اللي عم نقوله عن نزهه انه نزهه جد كثير اشتغلت، بس انا بدي اقول انه كل الممثلين كمان اشتغلوا وكل الطاقم اشتغل، لانه كثير قسينا بفتره التدريب انه كان الوقت عم بيداهمنا ولازم نهدأ، والمسرحية كلها مشاهد قصيرة، واذا المشهد الاول ما نوصل بالثاني بطريقه هيك مخيطه حلوه بتفرط، ما بيعود فيه هيك تكامل، لانه تسلسل الاحداث لازم يكون تاريخي يعني من 1907 ل 27. بس القصص اللي عم تمرق بألف تسلسل الاحداث لازم تكون منطقيه وتقنع المشاهد يعني. والعامل التكنولوجي الثاني اللي هو انه حاطين كاميرات على المسرح والممثلين هن بيمشوا الكاميرات، لما ما يكونوا عم بيمثلوا بيكونوا قاعدين على المسرح على جنب وعم بيمشوا الكاميرا على الممثلين التانيين. ففي كتير عوامل يعني، واشتغلوا كتير معي بطريقة حتى يعني مساعدة المخرجة كل شوي إلا لا خلص بدي استغني عن مثلا هيدا التكنيك لأنه ما رح يزبط، تقولي لا رح يزبط فيروز. هل كان في تدريب للممثلين من قبل حضرتك، بما انه حضرتك كمان استاذه جامعيه بالمسرح؟ اكيد. يعني قد ايه انشغل مع نزهه بالتحديد لحتى يكون او هي عندها اياها هالطاقه؟ اكيد يعني هي عندها اياها موجودة. بس بتعرفي انا لانها حقبه معينه ما فيها مثلا تقعد هيك، ما فيها تتحرك بطريقه مختلفه، لا هي القعده لازم تكون جدا مثل هيديك الايام، في تقاليد، في وقار، في ذوق، في احترام للاكبر منه. فمثلا اذا بتلاحظي دائما ايديها هيك بالمسرحيه عم بتحط ايديها، فطريقه اللي بتتحرك ما بتتحرك بسرعه، فكله هيدا كان كتير يعني. ما بعرف إذا بتعرفي لعبد عوجي اللي بيمثل على شي أن أن، هو ممثل كوميك يعني كتير بيضحك، لو شو ما قال بيضحك. عملته رجال جدا يعني جدي. أبوها لعمبرة اللي هو بيكون أبو علي سلام اللي من وجهاء بيروت بهيديك الأيام، لازم يكون كتير قاسي صوته يعني. عم بيجوا الناس على المسرحية ما عم بيعرفوا انه هيدا عبد، انه يقولوا هيدي قدره التمثيل طبعا، هيدي قدره الممثل. ايه كمان ايه حضرتي لنا هيك عده مقاطع بفيديوز عنا اياهم، رح منشوف هيك بعض المقاطع نحن وعم نتحدث هون. اوكي. هيدا مش فهمت شيء غلط. لا تفركش بالسجاده، يعني لو للسجاده ما كنت تفركشت. شغلتي؟ ما قلت لك ما بتقعد تسمع كمان. ايه بس شايف كل شيء. طيب قديش هيدول؟ هيدول أربعة. أطول خمسة. طيب بس شايف كل شيء عن بعيد. طيب صقوبة؟ شاخ فشختين لقدام، من بقبيشة. لهون؟ لا برون. يلا. طيب واحد. اثنين.
عمرة. شتين ما قادر يمشيهم وأنا بالبطيشة كل حياتي. عليا كنا عم نشوف شيء هيك شوي غامق ولكن فيه بعض الخيالات يمكن من وراء ما بعرف قد ايه كانوا واضحين. شو هالتقنية وليه؟ أنا بعلم تاريخ المسرح العربي بالجامعة، فبالنسبة لي التاريخ كان فيه خيال الظل، ما بعرف إذا بتعرفي شادو بابيتري، بس بيكون فيه مثل شاشة بيضاء وبيحطوا هيك يعني أشكال وبيسلطوا الضوء من وراء وبيصير يطلع على هالشاشة البيضاء. فحولت هيدا على المسرح، خليت الممثلين يكونوا وراء هاي الشاشة وعم بيعملوا هيدا المشهد. من ما كان ضروري خلص بعد ما بتعملي بتخبري المشاهد هولي هن الممثلين بشوفوهن قدام الشاشة بيعرفوا كيف شكلهم، بتحطيهم وراء الشاشة بشوفوا بس خيال، فبياخدك لمحل تاني. أنا بعتقد أنه كتير حلو الواحد يحضر مسرح بنفس الطريقة اللي الولد صغير بيحضر المسرح فيها. يعني بيكون عم يتطلع هيك أنه يعني متفاجئ هيك، يعني عنده هيك فضول أنه شو عم بيصير. وكمان لأنه هالقد في مشاهد صغيرة ما كان بدي كل مشهد يكون مثل التاني، يعني أنه لازم الواحد يستعمل تقنيات المسرح اللي هي جدا بسيطة، اللي عبارة عن ضوء وراء الشاشة وبتصير مشهد وكأنه خيال. يعني وكأنه داخل كمان هالترفيه، يعني هالهدف الترفيهي من المسرح لحتى ما يكون فقط جدي، هدف جدي او اجتماعي او تاريخي بحت. اليوم لكن لمين موجهة هالمسرحية؟ هل في هدف معين؟ هل عم نحكي عن نضال المرأة من اول وجديد؟ عم نحكي عن نضال المرأة وعن ضرورة تعليم المرأة وعن ضرورة حقوق المرأة تكون واضحة جدا، لأنه نحن عم نحكي بعد 100 سنة ولليوم اللي ناضلت من شانه عمرة بعده ما تحقق لعدة يعني فئات من المجتمع. ولكن طبعا تحسن، يعني تحسنت أكيد، بس أنا ما بالنسبة لي ما تحسنت كفاية. وحرام 100 سنة تمرق على حياة شعب بعده نفس المحل. يعني هل كانت بحياتها لما كنت بعدك بتعرفيها وكانت موجودة بيناتكم، هل كانت راضية عن اللي عملته كإنجازات أو كانت بتحس أنه كان في شيء مش كافي؟ هل في أشياء وقفتها بالآخر؟ لا ابدا، بالعكس كانت بعتقد كانت جدا راضيه. وكان اهم شيء عندها عم نشوفها مزبوط هون، هيدي عمره. اوكي. اهم شيء كان عند عمره انه كل ما تسمع عن اي مره عملت اي انجاز باي مكان بالعالم تيجي تخبرنا، تقلنا مثلا سمعتوا عن هاي الست اللي مثلا عملت هيك او طلعت على الفضاء او كتبت مقال او طلعت على التلفزيون صارت مذيعه او اي شيء، يعني كان يبهرها لانه بايامها ما كان حدا يعمل، ما كان في نسوان تعمل شيء، يعني كانوا يتجوزوا ويقعدوا بالبيت وهي هيدا دورهم الماكسيموم يعني. فأي مرة أنجزت أي هيك حتى لو شغلة كتير صغيرة كانت عمرة كتير راضية عنا يعني. وكانت تكمل تخبر عنها وتحكي بذاتها الموضوع لآخر أيام حياتها. إيه كانت تشجع كتير المرأة، يعني كل عائلتنا ما بعرف حدا ما راح عند عمرة واستشارة بوقت أو آخر. واو. كل الوقت كانت تعطي من وقتها وكانت تشجع كل شيء بتعمله أي ست أو مرة بالعائلة. عليا بلشتوا ب 14 نيسان، قبل ما نختم نذكر بالتواريخ اللي باقية، وين ووين فينا نلاقي البطاقات؟ البطاقات بمكتبة أنتوان أونلاين أو إذا بيروحوا على المكتبة، ومن الساعة 7 بالليل بمسرح بابل بيقدروا يشتروا البطاقات. باقيين ل 15 أيار؟ إيه، نحن بنبدأ الساعة 8:30 الليلة وبكرة، والأسبوع الجاي من الأربعاء للأحد كمان الساعة 8:30 على مسرح بابل.
واكيد موجهه للجميع الجمهور، ممكن يكون كل شباب الأعمار. بكبار وصغار. بالذات كان في اولاد صغار من عمر 8 سنين بعثوا لي اهلهم بعدين مسج بيقولوا انه مش معقول قد ايه انبسطوا، مع انه لغتهم العربيه منا كثير قويه بس انبسطوا كثير، حتى يعني في مقاطع شوي عم تقطع فصحى بالمسرحية، بس انبسطوا لأنه المشاهد كتير بتتغير وبتشوفي هالبنت كيف عم يعني تكبر مع الزمن، وبتاخدك يعني من وقت الحكم التركي للانتداب الفرنسي، فكمان يعني فيها تاريخ وفيها جغرافيا وفيها بيروت وفيها فيها ضحك وفيها مزح. لكن بدون يسرعوا وياخذوا البطاقات للكم ليلة اللي باقيين، أهلا وسهلا فيك علي الخالدي، شكرا لوجودك معنا. وقفة سريعة ومنتابع.